طيب دكتور، هنا بقى الزوجة تتعامل ازاي مع الحمى، يعني جميع انواع الحموات سواء بقى نرجسية متعالية متكبرة بتاعت مشاكل، ازاي الزوجة تحاول ان هي تحافظ على حياتها وفي نفس الوقت تبعد تدخل الحمى في حياتها؟ ده كلام محترم جدا. هو مبدئيا كده بس محتاجة تفتكر ان عمر ما حماتي او اهل جوزي حتى هيدوني ثقتي بنفسي او هما اللي هيسقفوا لي ويقولوا لي برافو، مهما كنا حبايب مهما كنا ظروف مهما كل حاجة. يعني في النهاية ابنهم اكيد اعلى درجة مني عندهم. فمهما كنا بنحب بعض يوم ما هيحصل صدام ما بيننا وهم قالوا لي انت عندك حق وانت هو غلطان وكل حاجة، بس اكيد ابنهم اهم وابنهم اولى. فما استناش منهم التأييد، ما استناش منهم التسقيف، وقبل كل حاجه ثقتي بنفسي انا المسؤوله عنها. مش اهل، مش حتى جوزي. جوزي بيكمل حته بس مش هو الاساس. يعني لو بتبقى الزوجه مشكلتها الاساسيه لو فقد الثقه بنفسها، فتيجي حماتها تقول لها تعليق بايخ الدنيا بتنهار، بيحصل مشكله كبيره لان هي ثقتها مهزوزه. صح. فقبل اي حاجه خالص اشتغل على ثقتي بنفسي. رقم اتنين، احنا مش في حرب. يعني ما حد، الحرب دي بالذات اللي بيدخلها ما حدش بيكسب. ايوه صح. كلنا بنخسر والراجل هو بيتضرر في الموضوع، والراجل بيتضرر والعلاقه بتضطرب. في يعني دمار شامل، في دمار شامل، لان العلاقه هتبقى عامله كده عمره ما هيرتاح. يعني الزوج لو علاقته بمامته باظت عشان خاطر مراته عمره بيرتاح طبعا. فبعد شويه علاقتهم مع بعض بتسوء. ففكره الحرب ما بين الحما ومراته وابنها مش حاجه مفيده لاي طرف، ملهاش داعي اصلا خالص. عشان اقدر اخلص من ده بقى محتاج احط حدود من اول يوم. يعني من بدايه علاقتي بيه احط حدود فيها احترام بس ما فيهاش سماعان كلام. أوكي. مش مطلوب مني اسمع كلام حماتي، مطلوب مني احترمها، يعني اديها التقدير المناسب، اعملها بالشكل اللي يرضيها، اللي يحسسها انها مهمه وقيمه واني بحبها. بس مش لازم خالص اسمع كلامها.